مرحبا، أنا تالين. أهلا وسهلا فيكم في ترسيل أروع عباية روعة التألق. على مدى الأسابيع المقبلة رح نتواصل إحنا وياكم مع 7 مصممات عبايات واعدات، ورح يقطعوا تحت العديد من الاختبارات، وبس واحدة منهم رح تربح لقب مصممة ترسيل أروع عباية للعام 2012. هناك الكثير على المحك، فالفائزة بهاي المسابقة رح يطلع لها فرصة عرض مجموعتها الخاصة والاشتراك في معرض دبي للأزياء خريف شتاء 2012، وجميع النفقات رح تكون مدفوعة من قبل ترسيل، وسوارفسكي إليمنتس كمان رح توفر البلورات أو الأحجار لاستعمالها في التشكيل الأولى للفائزة. قبل أن نكمل مع بعض، خلينا نشوف شو كان هذا التحدي. احنا في الأسبوع الثاني الحين بناخذ ثاني تحدي اللي هو برلين للمراهقات، فحبينا نحط هالكومبينيشن مع بعض، واعتقد ان هذا يناسب جدا مرحلة التينز اللي هي المراهقات، لأنه في ألوان كثيرة ويعبر عن شخصيتهم في هالمرحلة. إذا التحدي هذا الأسبوع كان عباية المراهقات، خلينا نشوف مع بعض كيف عملوا الصبايا. التحدي لهذا الأسبوع هو عبايات للتينز، والثيم حق برلين، فبرلين كل شوارعها ألوان، فيعني بنستخدم أكثر شيء فلاشي كولرز. التحدي اللي أعطتني أمل مراد يتكلم عن البنات المراهقات من سن 17 لغاية 19، وطبعا البنات بحبهم للألوان الكثيرة، يحبون الألوان الزاهية، الألوان اللي تكون كثيرة في العباية، فحبيت أني أبرز في العباية 4 ألوان. بكل تحدي عادة نحاول أن نشوف الطريقة اللي عم يستعملوا فيها الصبايا الأحجار. بهذا التحدي بالذات ما قادرين كتير يحطوا شغل كتير بالأحجار، لأنه الألوان شوي قوية كونه تين ايجر تين ثيم تبع الحلقة. إذا لجنة الحكم بترفع المعايير كتير كل أسبوع، ومثل ما بنعرف مش كل الصبايا رح يكملوا معنا المشوار، في واحدة منهم رح تغادرنا ورح ترجع على بلدها. سماهر، ميثاء، انتو سجلتوا أعلى علامات عن لجنة الحكم، you're safe، رح تبقوا معنا، مبروك، فيكم تتفضلوا لجوا. مصيركم هلأ بإيدين لجنة الحكم. جنين بتحب تبلشي؟ أول شيء يعطيكم العافية، هذه المرة الشغل كان أحلى من مرة الماضي، لأنه الفكرة واصلة أكتر لألكم. بس بدي أسألك على الكمام، لشو مدخلي لون الرمادي؟ يعني مع كل عبايتك اللون طالع شوي غلط، فليه دخلتي هاللون هون؟ لاني احس ما احب هذيك الالوان، فحبيت اني احط الوان متناسقه، وحسيت ان الرمادي حلو يعني مع الاسود يتماشى. شكرا جنين. لينا؟ اريج اكيد ادائك بهي بعباءة المراهقات كان افضل من ادائك بالكاسول بكثير. الأشكال الشكل الهندسي هذا اللي عملتيه على العباية حلو، بس ما شايفة إنه كتير. المراهقات يعني بهذا العمر يحبوا الحركة أكثر، فيبغوا شيء يريحهم وما يتحرك كثير عليهم. مشاهدينا، صار وقت نعرف مين رح يبقى معنا ومين رح ترجع على منزلها. طبعاً اللي بحكي اسمها بليز تاخد خطوة إلى الأمام. العنود،
بس بدي اقول لكم انتم التنين انه لجنه الحكم قررت انها تخليكم بالبرنامج وبالمسابقه. مبروك لكم وفيكم تنزلوا على المسرح. أريج ومريم انتم جبتوا اوطى نقاط من لجنه الحكم. اكيد أريج انت كمان اخذتي من اوطى العلامات. اكيد لازم تشتغلي على حالك اكثر. رح تبقي بالمسابقه. اتمنى لك التوفيق وانا بقول لك انه بنشوفك الاسبوع الجاي. شكرا لك. مريم للاسف انت رح تغادرينا اليوم. طبعا اكيد المستقبل قدامك. حبك لهذا الفن وخبرتك من مدام امل طبعا ومن لجنه الحكم هي المفروض تخليك تتقدمي لقدام وتكملي هذا المشوار. بدي اشكرك كثير وانبسطت انه تعرفنا عليك. شكرا كثير لك. فيكي تتركي المنصه للمره الاخيره. تفضلي. يعني عادي كل انسان في يوم بيرجع لبلده طبعا وبيطلع الحين ولا بعدين كل واحد وانت ديزاينات اللي سواها ويقين ان الله ما يفعل الا اللي فيه العدل. الحمد لله وانا فرحانه اني برجع لاطفالي اهم. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقه بيرسي الاروع عبايه روعه التالق مع ست مصممات بعد ما غادرتنا مريم. ما تنسوا تتابعونا الاسبوع الجاي مع تحدي جديد ولنشوف مين رح تترك المنصه للمره الاخيره. ما تنسوا هاي السنه بيرسي تسلط الضوء على مصممات العبايات المحترفات، ففوتوا على mbc.net/عبايه للتصويت للتصميم الافضل عندكم.